نشوف الفيديو. مش هنسى ابدا ان لما كنت هنا في الدي ام سي كان اول اتصال هاتفي كان جالي كان منك. دي فرحتني جدا الصراحة. غير طبعا ان انا ببقى مبسوط بدعمك ليا كل وقت. في حتة ان انا اصلا عايز امثل، انت اول حد قلت لي على الطريق، فكان بالنسبة لي حاجة حلوة جدا ان اول حد اكتشف فيا حاجة قبل ما انا اكتشفها في نفسي كان هو اول حد كلمني لما كنت في البرنامج هنا في الدي ام سي. انا بحبك قوي وانت عارفة انت عندي قد ايه، مش عاوز ازوق في الكلام وازود في حاجات انت اوريدي عارفاها، بس ربنا يخليك ليا ودايما منورة كده في كل حتة، ويا رب الفيديو ده يعجبك. طبعا يعني انا مهما اتكلمت مش عارف ادي جدتي حقها، لان هي يعني اللي بتعمله كتير قوي، ودايما يا حبيبتي شايله همنا ومركزه مع كل تفاصيل. احنا في ايام بنبقى انا وعمر مثلا خارجين بره متاخر وبتاع، حتى ما بتنامش غير لما تتاكد ان احنا روحنا. يعني هي طول عمرها شايله همنا وعلى طول مركزه في اصغر التفاصيل، اللي هو ببقى نفسي اخليها يعني تهدى وما تقعدش تفكر عشان ما يعني ما تبقاش قلقانه، و يعني على طول بتفكر فينا. يعني انا حبيبتي بحس ان هي عايشه عشاننا، او عايشه عشان تشوف احنا عايزين ايه، احنا محتاجين ايه، احنا هنعمل ايه. يعني هي ده اكتر حاجه هي بتعملها. فمهما حاولت اشكرها ومهما حاولت ابين لها قد ايه احنا كلنا يعني ممتنين جدا باللي هي بتعمله ده، مش هديها حقها، لان هي تستاهل اكتر بكتير من اي حاجه ممكن اقولها. يعني اي حاجه انا هقولها هي تستاهل اكتر منها بكتير. فمبسوط ان هي معاكم النهارده، ومبسوط ان انتوا ادتولي الفرصه ان انا اعبر لها عن قد ايه انا بحبها، قد ايه هي يعني مهمة في حياتنا، وإن إحنا كلنا من غيرها ولا حاجة يعني. فربنا يخليكي لينا يا حبيبتي، ويخليكي دايما في ظهرنا كده. ويعني مهما قلت لك أنا بحبك قد إيه عمرك ما هتتخيلي. ايه رأيك في قلبي يا المفاجأة فوزة، دي؟ ده حالق على عشان فكرة، عنده دور. عشان عنده انا دور، عايز عشان اشكرهم، مجند. عمرو محمد رياض ومحمود عمرو ياسين. عمر 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 محمد رياض، عمر محمد رياض ومحمود محمود عمرو عمرو ياسين، محمود ياسين اللي هو محمود ياسين اللي هو جينيور. بالظبط. الاثنين الحقيقة عندهم تصوير واصروا ان هما يصوروا الفيديوهات دي علشان عارفين انت معانا النهارده، ده بس دي مفاجأة. هيبعتولك الفيديو. شوف الولاد، ده انا هوريهم.